مشروع محتاج رأس مال، ومن وجهة نظرنا وبحساباتنا محتاج رأس مال كبير جدا، ويمكن ده اللي بيوقفنا اننا نفكر نعمل مشروع. في اللي بيكتفي بوظيفة بشغل بسيط ويقول هو ده المضمون بالنسبة لي، ويبقى خايف انه يجازف او يخاطر وياخد خطوة ناحية انه يعمل مشروع خاص بيه. وبالنسبة لشباب كتير جدا انه يكون عنده حاجة خاصة دي بداية الطريق، هو ده بداية النجاح، لكن خوفه وقلقه من الإمكانيات ومن الفلوس ومن عدم الخبرة بيوقف الخطوات دي وبيخليه يفضل في مكان ويقول اللي عرفه أحسن من اللي معرفوش. إزاي نغير الفكرة دي والمشروعات الزراعية واللي فيها يعني أفكار كتير جدا ممكن الشباب يبدأوا بيها، ده هيكون موضوع الفقرة. بيسعدني يكون ضيفتي دكتور منى حنا عياد الخبير الزراعي والكيميائي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح النور حبيبتي. المشروعات الزراعية كلها محتاجة رأس مال كبير ولا لأ؟ أنا طبعا في البداية بصبح على كل الشباب وكل الخريجين، أنا جاية مخصوص عشان ما أقولش كلام يعني إيه بالكتاب بالقلم والكتاب، لا أنا بقول حاجات فعلا حصلت. أنا جاية مدي إيدي للشباب، مش عايزة بقى الشاب يتخرج من هنا ويستنى بقى الوظيفة ويستنى المكتب المكيف ويستنى الكلام ده، ما ينفعش. دلوقتي أحسن حاجة العمل الحر. أنت كشاب يعني سواء مثلا كنت زراعي، أنا في كذا مشروع، أول مشروع أحب أقولك عليه وده مجرب وده يعني مش حاجة بقولها كده من الخيال، دي حاجات حقيقية. أنا ابتديت أفكر إن أنا أوعي الشباب ده في الموضوع ده ليه. أنا للأسف رحت المشاتل كتير، للأسف لقيت حد ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، وصل لمرحلة الأيزو. طب إزاي؟ إزاي؟ ولا عارف اسم نبات ولا عارف حتى الاسم العلمي ولا الاسم العربي باجتهاده. طب انت ليه انت متخرج وطب ليه قاعد مستني الوظيفه الميري زي ما بيقولوا؟ مش هينفع. اللي متخرج لازم يكون مثلا كليه زراعه حاجه ليها علاقه بالزراعه والنباتات ولا مش شرط؟ ممكن لا مش شرط. من لا. اي كليه متخرج منها يقدر يعمل مشروع؟ ايوه طبعا اي كليه. ومش محتاجه راس مال كتير. يعني دلوقتي انا اقول لك حاجه بسيطه خالص، ممكن اي شاب مثلا هو وصاحبه او هو لوحده، يعني المشتل عباره عن ايه؟ يعني حد مثلا يقعد يقول لي ايه المشتل ايه المشتل، هي عباره عن قطعه ارض دي خاصة بالنباتات. طبعا قطعة الأرض دي أقل قطعة أرض عندي بتبقى 30 ل 50 متر. لو عندك المكان ده أنت ممكن تحققي فيه ربح. هتستغربي طبعا هحقق ربح إزاي؟ معيش فلوس كتير. طيب أنا عندي حتة الأرض جبتها، ممكن تأجرها، ممكن تكون كانت عندك مهملة. في ناس كتير قوي بيبقى عندهم بيوتهم في قطعة أرض مثلا موجودة مهملة، طب أنا ليه ما استغلهاش؟ ليه ما تعودش عليا بالربح؟ ابتدي اجهز حته الارض دي. طبعا لازم تبقى الارض بتاعتها التربه بتاعتها تكون خاليه من الاملاح، مش اي تربه. هتيجي بقى يعني ابتدي في الاول في البدايه خالص ابتدي اعمل اثاري جنب بعضها. هتقولي لي انا معيش فلوس اشتري اثاري، كفايه ان انا عندي الارض او اجرتها او كده. يا هات يا ستي اللي هي العلب اللي عندك في البيت صفايح، اوكي بدل ما ترموها. هاتي ازايز مثلا ازايز الزيت اعمليها كده وحطيها برضو، ونبتدي نحط فيها الطمي بتاعنا، طمي بيور. اوكي دي اول حاجه بالنسبه للمشتل عندي. طبعا من الارض ان يكون ارض خاليه من الاملاح. طب خالية. دي محتاجه يعني اكيد حد يفحص التربه ويفهم لا. فيها ويعرف ولا لا. ممكن الواحد يعرف من نفسه لا. ولا ايه؟ هي بتبان طبعا، هي بتبان طبعا، بتبقى يعني لو فيها ملح مثلا زي ما كلنا عارفين بتبقى على السطح مثلا، او ما تبقى خطر طبعا بتبقى بقيه المباني تبقى ما تنفعش طبعا. انت جهزتي كده بيبقى عندك ادوات، ادوات بسيطه جدا. زي ايه؟ زي مثلا الفاس، يعني حاجات بسيطه خالص. إيه الخرطوم مثلا للري، طبعا لازم حته الارض اللي هجيبيها مشتل لازم فيها مصدر للري، مش تيجي مثلا في اي مكان وتقولي خلاص انا هعمل لنا، لا ما ينفعش. هتقولي لي معيش فلوس اشتري خرطوم، يا ستي رشي بالعلب اللي عندك، انا عملت لك جهزت لك كل حاجه. هتيجي بقى تقولي لي إيه انا عايزه ازرع، هزرع ايه؟ هبتدي اصنف النباتات، عندي نباتات بتزرع بالبذره. اوكي البذره طبعا دي رخيصه جدا، ولازم لما تشتري البذره بيكون من مصدر موثوق، مش اي مشتل او اي حاجه تروحي تجيبي منها البذره تيجي ما تنجحش او تبقى نسبه الانبات فيها ضعيفه ترجعي تقولي ايه انا تعبت فيها وكده، لا من اللي هي المشاتل المخصوصه للبذره. وفي حاجه تانية اللي هي عقله، بيبقى في عندك نبات وتبتدي تعقلي منه، يعني ممكن نبات واحد، انا هقول لك حاجه بسيطه قوي، ممكن نبات واحد زي الريحان مثلا تاخدي منه حوالي 40 ألف عقلة أو 40 ألف شتلة، تصدقي؟
شوفي الريحان ده بيترمي مثلا، في ناس بيقطعوه ويرموه مش عارفين امتى، تبتدي تعقليه وتحطيه مثلا في العلب او كده تبيعي. تعقليه تاخدي العقل بتاعته وتتزرع في في حاجه لوحدها، في اللي في اللي انا في العلب اللي انا قلت لك عليه اللي عملناه وحطينا فيه الطمط او القصاري او العلب او زي ما كده. بس خلي بالك في برضه شروط للعقله، يعني هي حاجه بسيطه برضه، مش يعني لازم العقله بتبقى مش اقل من 2 سم، وبتبقى العقله فيها برعومين عشان تنمو عندك. وطبعا العقله من الامام من فوق يعني لازم بتبقى مشطوفه كده عشان الندى. اوكي انت زرعتي، هقول لك حاجه بسيطه، انت عقلتي مثلا حوالي 40,000 عقله او 40,000 شتل، انت عارفه مش دي مش كميه رهيب، ده انت بتعملي وانت قاعده. هتيجي تبيعي العقله بايه بعد شهر؟ العقله هتبيعها بجنيه ونص، ووصل عندك حوالي 45,000 جنيه. طلعي 5,000 جنيه، قولي مثلا ادوات وحاجات جبتيها، هتحطي في جيبك 40,000 جنيه، هتصدقي؟ ادي يعني وهيبقى ضامن النتيجه، يعني ضامن ان اللي هو زرع وده عمله بطريقه صح ويقدر يسوق ويبيع، لان هو انا ما عنديش خبره في الموضوع ده. ما فيهاش يعني لا بعرف ازرع ولا هعرف اسوق. لا ما هقول لك، من هتكلم على التسويق برضه. دي اول حاجه. يعني في بقى في بعض النباتات مثلا بتتزرع بالبذره، زي مثلا اشجار، اشجار البنسيانه. في عندي بقى، انت يعني كخريج هتقول لي ايه، طب انا هزرع يعني هزرع ازاي او هعمل ايه؟ في ممكن في المشتل عندي تزرعي حاجات حاجات متنوعه. ازاي؟ تزرعي اشجار، شجيرات، اسيجه، حاجات كتير جدا. اي مشتل تاني ممكن يجي يشتري منك. في مدارس دلوقتي هتقولي لي ايه، في حد دخل لي مداخله مره في برنامج بيقول لي طيب دلوقتي هي الناس الاسعار غاليه، مين اللي هيشتري نباتات؟ يعني الناس هتشتري تاكل ولا هتشتري نباتات؟ ما هو ده الواقع. فانا رديت عليه قلت له في اماكن يعني مثلا زي المدارس دي بيبقى عندها مؤتمرات في نص السنه بتاخد النباتات دي منك. اوكي ده اول حاجه اللي هي النباتات العامه، الحاجات الثابته اللي ممكن يعني تاخد منه الزرع. يعني اللي هي حاجه بتقولي المدارس. ايه تاني ممكن يبقوا بياخدوا منه؟ وطبعا المشتل بيبقى معروف طبعا زي ما احنا بنقول بطريقتك وسياستك. يعني مثلا انت صاحب مشتل، طبعا اول حاجه المدارس، ثانيا الشوارع. مفيش مثلا شارع ما بتشوفيش فيه شجر، بالنسبه لشجر مثلا في قص ده يعني بتاع العقل صغيره وبينمو على طول وبيجزر على طول وبيبتدي يتزرع. في حاجات ما تقدريش تستغني عنها بالنسبه للنباتات. ده اول حاجه يعني. وفي بقى برضو بالنسبه للمدارس بيعوزوا مني اسيجه، اسيجه بقى زي درانتا زي كده اللي هي اللي في المدارس برضو، اللي هي بدل السور يعملوا يعملوها زرع. بيعملوها زرع ليه؟ لانها بتبقى سهله القص والتشكيل، بتدي منظر جميل. ومش او كل حاجه طبعا لها حاجه. طيب دي اول نوع بالنسبه للمشتل للخريج. لو انت بقى يعني حد بقى ممكن فاهم اكتر، او حد عايز يعني تعمل ربح اكتر وتوصل بقى لمرحله كبيره، ممكن تعمل زهور قطف. ازاي؟ بيبقى مشتل سبيشيال للحاجات اللي هي القطف، زي ايه؟ زي الورد البلدي، زي عصفور الجنه، زي القرنفل. ثلاث نباتات دول لو انت خصصت المشتل بتاعك لدول، ودول مش غاليين ولا حاجه. هما حاجة قلتي دول عشان مطلوبين كتير يعني لهم اقبال؟ لا من لا مش حكايه مطلوبين، لا انا هقول يعني انا اول حاجه وخلي بالك كمان، انا ممكن بزرع كمان في المشتل حاجه اسمها اللي هي الحاجات اللي زي مثلا لعيبه الكوره بيجوا ياخدوها، اللي هي اللي بتبقى نجيل، بزرع نجيل عندي كمان على فكره، وبيجوا ياخدوها برضو، فدي حاجه ما نستغناش عنها. ده المشتل العام، خلاص نسيبنا منه بقى. بالنسبه للمشتل الثاني لو واحد بقى خريج عايز يبقى احسن، متخصص اكتر او مش متخصص كمان برضو، يعني مثلا يركز على الورد، يزرع ورد، يزرع قرنفل، يزرع عصفور جنه، يزرع مثلا قراوله، يزرع توليب، دول ايه؟ زهور قطف. دول هيعملهم للتصدير. دي بقى يعني هتقولي لي مثلا طب مين هيعرفه؟ طب هيوصل ازاي للتصدير؟ كل سنة بيحصل عندنا في مصر هنا معرض اسمه معرض جراند فلورا. ده المعرض ده خاص بالناس كلها بتتباهى بالإنتاج اللي بيعمله من زهور القطف. يعني أنا زرعت زهور القطف أهو وعايز أصدرها، كل واحد بقى بيبتدي يعرض المنتج بتاعه. أنت بقى كمان في معلومة يعني برضو لازم الخريج يعرفها، أنا زرعت زهور القطف أهو، هاجي أقطعها إزاي؟ مش مثلا زينا كده زي ما بنعمل بنيجي على ورده، ما ينفعش الكلام ده. لا
ده احنا بنيجي في الصباح الباكر خالص وبتيجي بحاجه حاميه، سكينه حاميه بيسموها عندنا شقرف او اي حاجه، تبتدي تقطعي الزهره بتاعتك وبعد كده تعملي لها على طول تبريد فجائي. ليه؟ علشان تنزل الماده الصمغيه الموجوده فيه، وبعد كده نبتدي نحطها في تلج. دي حاجات التصدير تتلف طبعا بطريقه شيك. وما تعرفيش ان الورده الواحده بتتباع بكام دولار؟ يعني احنا عندنا هنا مش حاسين بالكلام ده اصلا. هو الخريج او الشاب بعد ما بيشترك في المعرض اللي حضرتك قلت عليه منها بيبتدي الطلب على الحاجه بتاعته ولا برضه هو في خطوات بيعملها يتواصل ولا بيها مع طلبات حد عشان يبعت لا لا ولا طلبات ولا اي حاجه. ده يعني كل بقى كل منتج، يعني مثلا حضرتك زرع ورد، انا زرع مثلا عصفور جنه، بنحط بقى فطبعا يبتدوا بقى عليهم الاقبال، بتبقى طبعا الحاجه باينه طبعا. فانت بقى لا بس لازم لما تيجي تقطفي الحاجه زي ما قلت لك كده وبتتحط بقى في ثلاجات وتبتدي تتصدر. دي طبعا بتعود بالعمله بقى الصعب، مش قادره اقول لك يعني. فدي حاجه جميله جدا وبشجع اي شاب انه يعمل كده. وحاجه مش شايفاها يعني انها حاجه هارد يعني، ومش حاجه انها صعبه ومش حاجه انها غاليه. ده ممكن يعملها من بدايه المشوار بتاعه. ممكن يعني في العادي في اي مشروع الواحد بيوصل لمرحله التصدير دي بعد فتره طويله جدا. ايوه يعني لو حاجه فيها تجاره هنبيع هنشتري، لكن ولا لكن أدوات. في الزرع وفي النباتات الموضوع مختلف. ولا ادوات ولا فلوس ولا الكلام اللي يعني انت لما تجيبي مشتل مثلا 50 30 في 50 متر وتبتدي تزرعي ورد، تبتدي تزرعي عصفور جنة. خلي بالك عصفور الجنة ده كمان من نوع اللي هو بي يعني التكاثر فيه عن طريق الخلفات. يعني انت بيبقى عندك نبات واحد بس بيخلف، تخيلي بقى يعني شوفي. عصفور الجنة عصفور الجنة ده نبات غالي جدا وبيتصدر أمريكا وبيتصدر فرنسا وبيبقى غالي جدا. بيبقى شكل العصفور بيبقى عبارة عن نبات واحد وبيبتدي يعمل خلفات. ابتدي اقطع منه الخلفه وابتدي بقى ابيع، فطبعا بيعود عليك بحاجات كويسه جدا طبعا. في 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 حاجات بتتعمل زي تدريب كده للشباب، يعني برضو من خبره حضرتك اللي عجبته الفكره واحنا بنتكلم دلوقتي وعاوز يعمل يعني بس عايز يعني يسمع اكتر، عاوز يجرب بنفسه يعني يبقى حد معاه. ما فيش حاجه ممكن نعمل بيها كورس للشباب، دوره تدريبيه نوريهم هتتعاملوا بكده؟ دي اشهر النباتات الحلوه قوي ان انتوا تبتدوا بيها في مشروعكم. في طبعا بالنسبه للخبراء هم بيسالونا برضو، وبالنسبه برضو كمان النت برضو موجود عليه كل حاجه على فكره. وبالنسبه للخبراء افرضي واحد ما يعرفش خبير. وفي حاجه كمان انا عايزه اقول عليها، انا طبعا في لقاء من لقاءاتي انا نشدت وزاره الزراعه والوزير شخصيا، قلت له باسم الشباب انا نفسي ان هو يعني يساعد الشباب اكتر من كده. اولا يديهم قروض، القروض ما تكونش مثلا قروض متضاعفة أو يعذب الشاب على ما يروح يجيب بقرض. وعايزة كمان حاجة أنا قلتها له فعلا وهو كتر ألف خير ورد عليا وشكرني وقال لي يعني أن هو بيشكر يعني بيشكرني أن أنا واقفة في حق في وقت الشباب. وفي حاجة كمان أن هو كان بيقول أن هو هيملكهم حتة أرض. أما يبقى شاب راح يتملك حتة أرض ويطلع عينه. فأنا قلت له بصراحة، قلت له لا يعني أوراق ومش أوراق ولازم يكون معرفش إيه. فدي برضو حاجة كويسة. وفي حاجة تالتة كمان نفسي برضو، نفسي ان هو يعمل عربيات تسويق لحاجات الشباب. يعني انت عملتي مشتل وتعبتي وفرحانة وكده، يعمل عربيات تسويق يعني على حساب الوزارة، دي تبقى خاصة للشاب يساعد الشاب فيها، بساعده في تسويق منتجاته. او يعمل منافذ للبيع. انت ما عندكيش امكانيات تعملي منفذ مثلا مشتل فلان مشتل علان مشتل كده، بتبقى حاجه كويسه. فدي حاجه تبقى جميله يعني انا بناشد بيها. يعني من كلامك كمان ممكن الشباب نفسهم هم اللي يعملوا الفكره دي. طبعا يعني لغايه لما يكون في استجابه للفكره من الوزاره، ان هم نفسهم يشتركوا مجموعه من الشباب ويكون في عربيه يحطوا عليها المنتجات. بالفعل عملوها. انا شفتها عملوها، بتبقى عربيات كده وبيبقى شكلها جميل وبتغري اللي هو مش عايز يشتري اصلا. وفي حاجه ثالثه برضو بنادي بيها الشاب، بقول له لو عايز في المشتل ازرع مثلا، سيبك بقى مش عايز تزرع ورد خايف تصدير او ان هو مشتل عام، ممكن تزرع بقى مشتل خاص بالنباتات الطبيه والعطريه. ده برضو حاجه. ايه النباتات الطبيه يعني والعطرية؟ انا عندي النباتات الطبيه والعطريه. النبات العطري اللي هو بيبقى له ريحه، ده زي الريحان. الريحان ده بقى بيتصدر للخارج، امريكا بتاخده مش قادره اقول لك لانها عامله مصانع هناك تقطير. في مصانع هنا كمان بياخدوا منه الماده بتاعته اللي هي الماده
العطريه وبيبتدوا يدخلوها في الادويه، بيبتدوا يدخلوها في معجين الاسنان، بيدخلوها في كل حاجه الماده العطريه بتاعته. او النبات الطبي بقى اللي هو النباتات اللي هي خاصه اللي هي بتاثر على الفسيولوجي بتاع الجسم نفسه، زي مثلا النعناع وزي الكركديه وزي كل الحاجات دي، لو زرع الحاجات دي هيبقى 10 على 10. لان دلوقتي معظم الادويه ابتدت تبعد عن الكيميكالز، تاخد الحاجات الطبيه والعطريه. ترجع للحاجات الناتشرال الاول. يعني انت مثلا رايحه تشتري حاجه هيقول لك الحاجه دي طبيعيه او الحاجه دي كيميائيه، هتبتدي طبعا تاخدي الحاجه الطبيعيه. احنا في يعني معانا على الشاشه صور لمشاتل دي. طبعا لو حضرتك تعلق لنا عليها، دي مشروعات للشباب ولا فين الاماكن دي؟ دي بس دي مشاتل كبيره. دي هتلاقيها، دي المشاتل الكبيره قوي دي هتلاقيها في القناطر، بتبقى المساحه بتاعتها كبيره، وزي ما احنا شايفين فيها نباتات اللي هي النباتات اللي كنت بقول لحضرتك عليها اللي هو فيكاس، اللي هو بتاع الشوارع، اللي هو الفيكاس اللي مزروع في اثاري. ده الفيكاس ده بيبقى خاص بالشوارع، في منه نوعين، الفيكاس الاخضر اللي هو موجود ده، وفي فيكاس اللي هو بيبقى ابيض. الاخضر ده اللي بيبقى في الشارع بيبقى سهل التشكيل، ان انا بشكله بيدي شكل حلو قوي، يقصوه على شكل اكيد حضرتك بتشوفيه في الشارع. وده برضو بس ده مشتل، دي صوبه بس فيها بقى، يعني دي مشاتل بقى تجاريه كبيره، مش مشتل طبعا خريج ما يوصلش لل، ممكن تبقى مرحله متقدمه بعد كده. طبعا طبعا. وده برضو ده مشتل عادي، دي فيها بقى نباتات ظل، دي في نباتات الظل دي برضو لو حد استغلها يعني في البيت، يعني يبيعها للبيوت والبلكونات وحاجات زي كده. دي نباتات الايه، ودي برضو بس دي كلها معظمها مش كبدايه، دي حاجات متنسقه ودي حاجات، واللي شاب ممكن يوصل لاكتر من كده كمان على فكره. ودي برضو دي زهور قطف اهي، دي زهور قطف، ودي في الصوبه، دي عندي في الصوبه، لان في نباتات على فكره ما بتنفعش بره. ودي عقل صغنونه، لسه عقل لسه صغيره، لسه ما ابتدتش يعني تنمو، دي متعقله جديد. ودي اشجار وشجيرات، ودي صبارات. الصبارات برضو ممكن مشتل يبقى متخصص للصبارات على فكره، وفي عليها اقبال جدا جدا جدا. وده برضو مشتل، في برضو نباتات طبيه وعطريه، وفي برضو اشجار وفي شجيرات، متنوع برضو. وفي برضو ناس ده برضو نخيل، دي حاجات زينه بقى، دي صبارات جميله جدا على فكره. في ناس مهتمه جدا بنباتات الزينه دي بشكل كبير. انت عارفه انا يعني بجد انا اقول لحضرتك ان انا في مشتل ممكن يتخصص في زراعه عيد الميلاد، نبات عيد الميلاد بس. ليه بقى؟ الكريسماس، عيد الميلاد ده لما تيجي تبيعيه تبصي تلاقيه بيعود عليك، بيجي في الكريسماس الناس تبقى مش ملاحقه من بره ومن جوه، فتخيلي ممكن بقى تعمل دخل يعوضها قوي، يخليها كانها اشتغلت السنه كلها. ما انا بقول لحضرتك دي افكار، اصل احنا شفناها. انا صدقيني في شاب قال لي ما عندوش المكان، تخيلي عمل ايه لما سمع حديثي قبل كده، عمل ايه؟ جاب عارفه اللي هو الفل الابيض، وحط فيه الزرع وتحته الميه، ونجح، ونجحت التجربه. تخيلي كان في بدايته قال لي ما عنديش قطعه ارض اعمل ايه؟ جاب ولو الفل. الفكره نجحت وبقى معاه دخل، بعدها يجيب ارض او ياجر اجر ارض وزرع. وطبعا في حاجه عايزه اقولها كمان، النباتات الطبيه والعطريه دي احنا بنزرعها في البيت، بنزرعها في المطبخ. يمكن انت بتشوفي الافلام الاجنبيه والحلقات الاجنبيه احنا بنفتكرها انها ديكور، لا مش ديكور، ده دي حاجات زي روزميري. روزميري ده نبات طبي وعطري جميل جدا بالنسبه للاكل بتاعنا، يعني بيأثر يعني روايح اللحوم وروايح، يعني بيدي حاجات جميله يعني جدا. بدل ست البيت ما تشتري من بره، ببساطه جدا ممكن تزرع الحاجات دي في البيت وتستخدمها. انت حتى يعني احنا كنا فاكرينها انها ديكور، تبص تلاقي في يعني الاجانب تبص لهم يقطعوا الروزميري ويشتغلوا بيه على طول فريش. ده الافكار اللي احنا بنقولها دلوقتي دي مش بس للشباب، يعني ست البيت اللي ما عندهاش شغل او دخل طبعًا. ممكن تعمل افكار حلوه اهي. طبعا يعني افكار حلوه. ده ممكن، ده في حد كمان زرع جنزبيل بس. ما عندكيش فكره يعني وصل معاه قد ايه فلوس وبقى مادي قد ايه. جنزبيل ده طبعا من النباتات الطبيه والعطريه المهمه جدا، يعني له اهميات، بيأثر على الكحه وبيأثر، وله اهميه جميله جدا ان هو بيوسع الشعيرات الدمويه الموجوده في الجسم.
فبيعمل على تدفق الدم. ففي ناس كبار في السن او صغيرين تلاقيهم بيحسوا برطوبه او بسقعه وهم قاعدين بالرغم ان الجو حر، لانه طبعا الشعيرات الدمويه بتاعتهم بتبقى قليله. فالجنزبيل ده نبات فظيع، يعني ممكن تخصصي لي جنزبيل بس، مش شرط لو انا مش عاوز اعمل انواع كتير اشوف يعني الحاجات الطبيه، الحاجات العطريه، نباتات الزينه. صدقيني في ناس بيزرعوا في البلكونات وبتنجح، ويعني بجد انا بشجع الشباب. يعني بيصعب عليا قوي الشاب لما يبقى مثلا واخد مثلا بكالوريوس واخد ومتعلم وكده، يقول لك استنى بقى الحكومه اما تيجي. ممكن يعني تقريبا كده لو واحد هيبتدي الفكره بتاعتنا يحتاج مبلغ قد ايه؟ مش كتير. يعني انت ممكن يكون عنده قطعه الارض، ممكن مثلا 5 6 اولاد ياجروا حته ارض، ياجروا حتى في الاول مش كتير. طيب لو اشترك مع حد وقدر انه ياجر قطعه ارض صغيره، حضرتك قلتي 30 متر ممكن تكفي انه يعمل حاجه، من 30 ل 50 يقدر يشتغل فيها. طيب لو اخذ حته 30 متر كده واجرها عشان الامكانيات، يحتاج بعدها ايه فلوس؟ يعني واحد معاه 5000 جنيه يقدر يبدا بيهم مشروع؟ يبدا، ما يبداش ليه؟ اولا هجيب الاصاري. اللي انا مش هقول لك بقى ان احنا كخبراء باجي ازرع مثلا اقول لك هيجيب بطموس بالكيلو، هيجيب كومبوست بالكيلو، هيجيب لا لا لا، التربه العاديه، الارض العاديه، الارض العاديه يحطها في الاصاري ويزرع ويبتدي. 5000 جنيه ده يغرقوه يعني. هيجيب فاس، هيجيب شقرف، هيجيب مقطف، هيجيب مثلا عامل معاه، هيجيب مثلا خرطوم، الحاجات دي ما بتكلفش حاجه. انا عشان كده يعني اقول يعني يجربوا، جربوا كده يجربوا، مش هيخسر حاجه. لا يعني جربوا فعلا. في ناس بيبقى صرف قد ايه، كام؟ 5000 جنيه في حاجات. انا بقول لك انت عارفه لو عندك يعني شجره انت بتشوفيها في الشارع وانت ماشيه، اللي هو الريحان اللي هو بيرموه في الشارع، عقلي منه وانت قاعده كده، عقلي وحطي، وبعد شهر هتبيع العقله بجنيه ونص اقل حاجه. اقل حاجه هتوصلي، بقول لك اخر الشهر يبقى معاكي 45000 جنيه. وشيلي 5 جنيه مثلا مصروفات مش عارف، هتحطي قولي 30 جنيه 30000 جنيه. طب كده وحش؟ هتستنى بقى المكتب وتستنى الحكومه وتستنى الوظيفه وتقعد على القهوه على ما لا ليه؟ طب ليه؟ العمل الحر جميل. الاشجار والشجيرات حضرتك اتكلمتي عنها، لو اديتينا امثله ليها وقلت لنا بتاخد وقت قد ايه عشان تنمو، يعني خلاص نشوف الثمره بتاعتها. لا بالنسبه للاشجار والشجيرات دي طبعا بتبقى بذره، دي بتاخد وقت طويل، مش قبل 3 سنين، لكن بالنسبه للعقل بتجزر على طول، تبتدي تبيع على طول. او بنتي بتجيبي شتلات جاهزه، ساعات بتجيبي شتلات جاهزه. او بالنسبه للبذره بقى، بس البذره بتتاخر شويه. قد ايه مثلا؟ يعني مثلا 3 سنين بالنسبه للبذره عشان تجيبي بقى شجره وتبتدي تبيعيها وكده. انت جيبي عقل، العقل عندك سهله على طول. وسهله. والواحد لو يعني بيرمي لقدام هيعمل ده حتى لو 3 سنين، لكن مش هيقف عند حد الحاجات اللي بالبذر. هيعقل بجانب انه عمل حاجات بالبذر. انت هتاخدي من انتاجك، يعني زي ما بقول لحضرتك مثلا نبات عصفور الجنه، انت بتجيبي نبات واحد فجوره كده تبتدي تاخدي منه خلفات، نبات ونبات ونبات، حاجه جميله جدا طبعا. يعني والقرنفل وحاجات بصراحه، يعني نفسي الشاب يجرب. مش كلام على فكرة، احنا مش بنقول بقى كلام واقعي او كلام محاضرات او كلام ورق وقلم، لا انا بقولك صعب علي. انا فكرت في الشباب في الموضوع ده، لما صعب علي ما رحت مشتل، الراجل مش عارف اسم النبات، يعني انا بكلمه بالاسم العلمي مش فاهم بيقول ايه، ومع ذلك نجح. يعني نجح، بيصدر. نجح وبيصدر بيصدر، فيبقى اللي عارف ومش بس بيقرا ويكتب. يعني الشباب الجميل المتعلم خريجين الجامعات، يبقى هيوصلوا لايه؟ ما انا بقول لك، يعني تخيلي جاي من المشتل، صدقيني في نفس اليوم جاي من المشتل راجل مش عارف يقرا ولا يكتب، وده بتاع امريكا بيكلمه وهتجيب الحاجه انت. ايه ده؟ ايه ده؟ اجي الاقي الشاب زي الفل اللي انت معاك تجاره ومعاك زراعه ومعاك مش عارفه ايه، قاعد لي على القهوه مستني الوظيفه. دي طبعا صعبت عليا قوي. لا هو اكتر من انتظار الوظيفه، الخطوات اللي ممكن تكون قدامه والصعوبات انه يحصل على قرض، هو بالنسبه له محتاج رقم كبير عشان ابدا مشروع. لا. هجيب منين؟ والخوف من الفشل، لان أيوة بعد كده لو فشل مش هعرف يسدد الفلوس. أيوة اللي عليه. أيوة. فده بيخليه يفكر 1000 مره ويتراجع ويبقى مش عارف يعمل ايه. فعشان كده كلامنا النهارده ده يخليه يعني يتفائل ويخليه يتشجع وياخد خطوه. جرب حاجه بسيطه كده في جنينه البيت عندكم، في البلكونه، في اي حاجه فوق السطح. فوق السطح على فكره في ناس كتير عملوا، بعمل بلاك كده واعمل تربه وابتدي ازرع فوق السطح وشوف. على الاقل تدي ايه، خلي بالك كمان اللي بيزرع الزرع ده بينقي الجو، مش حكايه زرع بس، وطبعا بيسر النفس. ما
لما تقومي الصبح بقى كده وشايفه الزرع قدامك حاجه جميله. طبعا قلنا الفكره اللي الواحد ممكن يعملها على السطح دي، يعني يعمل ايه بالظبط لو الدنيا فشلت ومش قادر انه ياخد قطعه ارض او ياجرها، والاكثر يعني ست البيت مش الشباب. سهله جدا وناس كتير عاملينها جدا. بتبتدي يعملوا بلاك بس عشان الميه ما تنزلش على الجدار تحت على الابنيه يعني، ويبتدوا بقى بالطمي وبيبتدوا يزرعوا. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه يعني، مفيش اي مشكله في اي حاجه. صحيح. طب تعالي نتكلم شويه تاني على التسويق. لانه الفكره دي بتقف قدام ناس كتير قوي، ان اي منتج على فكره غير الزراعه ممكن ينجح في حاجه ويجي عند التسويق وبيفشل، ما بيعرفش يعمل حاجه. فالنهارده الشاب عمل الخطوات اللي احنا بنقولها وابتدى يزرع، هو بس عايز متابعه، عايز يشوف خلاص انا كده اقدر ابيع ده ولا استنى شويه، طب اخد الحاجه دي اروح بيها فين، بالاضافه للمعرض اللي حضرتك كلمتينا عنه. لو يعني قلنا له خطه لتسويق منتجاته عشان نوصل للتصدير اللي احنا قلنا. التسويق سهل جدا. اولا انت ممكن بتتفق مع مشاتل ثانيه تبتدي تاخد منك، او تتفق مع مثلا مدارس، او تتفق يعني تبقى يعني علاقاتك، دي رقم واحد. رقم اتنين زي ما حضرتك قلتي برضو ان هم ممكن يجيبوا عربيات او منافذ، يعني ان شاء الله حتى يكون كده منفذ صغير فيه الحاجات بتاعته والاعلانات وحاجات كده سهله يعني، مش صعب قوي، مش صعب قوي. والحاجات دي ما فيش حاجه بتقعد على فكره بالنسبه للنباتات، يعني الحاجات بتنجح والخريج مفيش حاجه هتبوظ، مفيش حاجه هتترمي، مفيش حاجه مش هتتباع. لا لا لا، اصل دي حاجه يعني على رأي اللي كان بيعلمنا، الدكتور اللي كان بيعلمنا يقول لي دي حاجه موجوده ولا بتاكل ولا بتشرب ولا بتعمل اي حاجه، موجوده في الارض. بالعكس ده كل ما بتقعد بتزيد قيمتها لانها بتكبر. يعني انت ما بتبيعي نبات مثلا طوله مثلا متر ونص، مش زي ما تبيعي مترين، مش زي ما تبيعي ثلاثه، يقول لي ولا بتاكل ولا بتشرب، قيمتها اكتر. طبعا. لان انت بتبيعي يعني بحجم الاسريه. مثلا هبيع فيقس مثلا متر ونص زي 6 متر زي 7 متر، ما ينفعش طبعا. يعني انا نفسي بركز كده في كلام حضرتك انه بالمتر، يعني مش قصريه زرع انا ببيعها، يعني النبات ممكن يتقاس بالمتر. لا 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 نو. لا عندي بالقصريه، يعني انا عندي مثلا قصريه صغنونه، قصريه كبيره، احجام 5 6 7 8 بالقصريه. يعني مثلا ما هو كل ما يكبر النبات بنقله القصريه اكبر. أوكي. النبات زي الطفل. زي الطفل يعني، اما بزرع الاول ايه صغير كده، ابتدي ازرعه يعني مش معقول الطفل عندك البيبي بينام في نفس المكان. اكيد. وده برضو نفسه كده بعمل له عمليه اسمها التدوير. ابتدي اخده لقصريه اكبر. لما يكبر خالص بقى ممكن انقله الارض اعمله ام وابتدي اخد منه العقل بقى. انا بتمنى ان يكون في تواصل بين الشباب زي ما حضرتك ناديتي وبين وزارة الزراعة. لأكتر من سبب، يعني حتى لو الموضوع محتاج إمكانيات قليلة، لكن في نفس الوقت لما يكون في تواصل محتاجين يتكلموا مع حد من الخبراء. حاجة وقفت قدامهم يبقى هيلاقوا اللي بينصحهم، اللي ما نجيش في النص ونحس ان انا مش قادرة اكمل عشان مش فاهم اعمل حاجة، فدي هتساعدهم انهم من خطوة لخطوة ومن نجاح لنجاح. بس يعني دي عمرها ما بتحصل بالنسبة للزراعة، عمرها ما بتحصل على فكرة، لانها انت بتلاقي النبات بينمو قدام بتبقي فرحانه. حاجه تنمو قدامك بتبقي فرحانه، حاجه بتظهر بتبقي فرحان، مش محتاج يعني خبره او حاجات زي كده يعني. يعني النهارده اعتقد الموضوع بقى بسيط والكلام سهل التنفيذ. احنا النهارده مش بنقول محتاجين ولا اي امكانيات ولا حاجه، ودعوه لكل الشباب ولكل ستات البيوت اللي عايزين يعملوا مشروع حتى لو على سطح البيت اللي انتوا ساكنين فيه، تقدروا تعملوا زي ما الدكتور قدمت لنا افكار بسيطه وسهله. بشكرك جدا على وجودك معانا، نورتينا دكتور منى حنا عياد الخبير الزراعي والكيميائي. شكرا لك. صباح النور. صباح النور حبيبتي. نخرج مع حضراتكم الفاصل وبعدها نرجع نكمل باقي فقرات الحلقه.